الرد الحكومه عين هسه انا موقف شجاع جريء لولا موقف الحكومي لا. مضغوط عليه الموقف الحكومي من ضغط عليه انا قلت ها سيد القائد لا ضغطت عليه جماهير الصدريه سوته واقع حال طبعا يقول لك انا قاعد بالسفاره هنا السفيره ما خليت اليوم هو كان حي السفيره لازم ما تطلع وانا ذكرتها لكم قبل شهر قبل الاحداث قلت انه السفيره ما يطلع يحجز الكادر احنا مو نقول هسه بها اعراف دبلوماسيه الكادر اللي هنا يحجز كادر القناه شو اسمه السفاره السويديه الا نجيبوا لنا هذا براس هذا اعطونا هذا ابننا هذا هو عراقي منتسب الى هذول عم ناسكم قاعدين معززين مكرمون تعطونا هذا المعتول السفير اللي يسمونه مخبل المكبسي جيبه اعطونا اعطونا وانتم والكادر يغادر ثاني يوم يغير حد اعتبره مثل رهائن انتم لان خرقتوا كل القوانين انتم خرقتوا القدسيه يقول لي دبلوماسيه هذه دبلوماسيه انت سويت فيها انت الان ديني وطعته حطيته بالقندره جدس علي قدامي يقول لي والله دبلوماسيه انا على بالدبلوماسيه دبلوماسيه هي هذه دبلوماسيه اعراف والله دبلوماسيه واعراف دوليه زين شنو الان احنا طالعين من زين هذا اعراف دوليه تسمح لك والله مو انا قاعد بالسويد ام بلد الحريات هاي حريات هاي لو خرافات لو هذا صدام راح يجر دم وحريه الحريه منضبطه لا انا هسه ما اروح انتحر هم الله يجعل حر بهذا النفس حريات مقيده اخي اكو حريات انت الله سبحانه وتعالى ولدتنا ناس احرار بس احرار بقيودات بقيود الشرع بقيود الشرع اكو انا هذا عندي محرمات من الامهات من الاباء خلاص انتهى.